صباح الخير ومرحبا بكم جميعا في مكتبة الإسكندرية. Welcome, ladies and gentlemen, to this special session that we do in honor of Hassan Fathi. There is much that I would like to say, but since the vast majority of the audience is Arabic speaking, I will continue these proceedings in Arabic. في كراسي هناك يا شباب، عايز يطلع كده من الناحية دي هتلاقي كراسي كتير. مرحبا بكم في مكتبة الإسكندرية، ويسعدنا أن يكون معنا هذا الجمع الغفير وهذا الجمهور العريض في لقاء أردنا به تخليد ذكرى شيخ المعماريين المصريين الراحل الرائد حسن فتحي. وقد جاءت هذه الفكرة في حوار عميق مع اللجنة العليا للعمارة التي تنبثق من المجلس الأعلى للثقافة في مصر. فجاءت الفكرة أن نقيم جائزة باسم حسن فتحي، ولكن نستهدف بها المعماريين المصريين الشباب، أو على الأقل الذين لم تتمكن بعض مشروعاتهم بعد من الحصول على التقدير الكافي على الساحة الدولية. وطلب منا أن ننسق ذلك بفكر جديد، فتمكنا أن نطرح اقتراح، لأنها ليست مسابقة ولكنها اقتراح ودعوة لتقديم مشروعات قد تم تنفيذها بالفعل، مشروعات على أرض مصر ومشروعات لم تفز بعد بجوائز دولية أو باعتراف دولي. ولم نقل أنه من الضروري لمن يتقدم لمثل هذه الجائزة أن يكون من هواة القباب وغير ذلك من المفردات المعمارية التي اعتدنا في حديثنا عن حسن فتحي أن نقحمها في تصور ما أنجزه حسن فتحي من أجل مصر، من أجل العمارة، من أجل الفقراء، ومن أجل العمارة العالمية التي بادرت واعترفت بعبقريته قبل أن تعترف به مصر بالقدر الكافي. حسن فتحي كان لنا جميعا الذين شرفنا بمعرفته وسعدنا بصداقته، ونفتخر بأستاذيته لنا. حسن فتحي كان يمثل قبل كل شيء الأمانة العلمية، كان يمثل قبل كل شيء الارتباط بالمبادئ وعدم الحياد عنها، كان يمثل الفكر وراء العمارة وليس فقط المنظر. حسن فتحي له أبعاد لا تعرف أو لم تعرف بالقدر الكافي، منها اهتمامه الكبير بالتقييم العلمي، منها أنه لما هاجم العمائر بالخرسانة المسلحة كان يهاجم نوعا من العمارة يهدر كرامة الإنسان وتفرد ذلك الإنسان بما يجب أن يكون من حقه في الحياة. ولكن حسن فتحي نفسه أقام تجارب استعمل فيها الخرسانة المسلحة Pre-stressed concrete، وله دراسات علمية حول أنواع من البناء في مصر، وقال دائما أنه
يجب أن نحتكم إلى العلم ونحتكم إلى القياس، فإذا كانت هذه المواد وهذه الطريقة في البناء ليست هي المثلى فلنا أن نتركها لغيرها. ولكنه كان يحذر أمثالي من الأشبال حينما كنا نجلس إليه في شرفته بالقلعة لنحتسي الشاي ونستمع إلى حديثه، أحيانا عن الموسيقى، أحيانا عن العمارة الفرعونية أو القدماء المصريين، أحيانا عن الفلسفة الإسلامية في البناء والعمارة، أحيانا عن الاهتمام بالفقراء، أيا كان الموضوع. فكان يحذرنا دائما قائلا: لا يأخذكم الغرور، ولا تقولوا أن هذا يمثل الفكر المعماري الحديث فلي أن أطبقه هنا وأترك ما قام أهل هذه البقاع بتصميمه عبر القرون، لأن في هذا الغرور شيء هام هو رفض تجربة إنسانية لمجتمع تفاعل مع البيئة والمكان، تفاعل مع المواد، تفاعل مع الوضع الاقتصادي الحقيقي لهذا المكان، فصاغ لغة معمارية مناسبة لهذا المكان. فمن أراد منكم أن يترك هذا التراث ويستورد الجديد عليه أمرين: الأول أن يدرس هذا التراث ويعرفه قبل أن يلفظه، وثانيا أن يتأكد بالعلم والقياس أن هذا الجديد المستورد أفضل من التراث الملفوظ. هذا كان حديث حسن فتحي، وللأسف ضاعت بعض هذه الأبعاد فيما رسمته عنه وسائل الإعلام وخصوصا بعد وفاته. فقررنا في تخليد ذكرى حسن فتحي أن نقيم جائزة للعمارة، كما قلت تستهدف عمل معماري قام به مهندس مصري على أرض مصر، وعمل معماري لم ينل بعد جائزة دولية، ولكن سرعان ما قابلتنا مشاكل أخرى. فإن التحدي المعماري كبير والفكر المعماري واسع، وفكر حسن فتحي بصفة خاصة كما أسلفت كان فكرا ثريا غنيا واسعا متدفقا. فقررنا أن نتقدم بالجائزة ونحدد موضوع أولي لنقيم من وجهة نظره المشروعات المطروحة أمامنا، واخترنا للموضوع الأول للجائزة الهوية، الهوية في العمارة المصرية المعاصرة، ولا نقول في العمارة التراثية ولكن نقول العمارة المعمارية المعاصرة، إيمانا منا بأن لنا من الموضوعات ما سيطرح فرص أخرى لمبادرات أخرى فيما بعد. ولكننا أردنا كذلك ألا يكون هذا العمل مجرد جائزة تمنح وتنسى، فأردنا أن تقترن بمؤتمر دولي عن حسن فتحي وعمارته. واليوم بعد انتهاء هذه الجلسة الافتتاحية سوف يبدأ ذلك اللقاء العلمي حول حسن فتحي وعمارته وأفكاره، وسيكون ذلك بمثابة افتتاح أولي لسلسلة من اللقاءات الدورية التي سنقوم بها وستقوم بها مكتبة الإسكندرية. فقامت مكتبة الإسكندرية
بتنظيم الجائزة وتنظيم اللقاء مع اللجنة المعمارية للمجلس الأعلى للثقافة. فالجائزة إذن ممنوحة من الطرفين إلى الفائزين الذين سنتحدث معهم قليلا. وقد جمعنا لهذه الجائزة لجنة تحكيم دولية، ونشرف بوجود بعض أعضائها معنا، المهندس الكبير راسم بدران. أستاذ راسم كده واقف كده، راسم بدران. كما كان معنا أيضا المهندس سهى أزكان الذي كان لفترة طويلة أمين عام جائزة الأغا خان للعمارة، ولكن معنا من سبقه سعيد ذو الفقار ومن تلاه فاروق الدرخشاني، فأرجو and you can tell Suha that he would have been applauded had he been here too. وكان مفروض أن ينضم إلينا المهندس الكبير تشارلز كوريا، ولكن حال المرض دون تمكنه من الحضور. ويسعدني أن أستاذنا الكبير أستاذ الدكتور يحيى الزيني وصل معنا قبل تسليم الجائزة، وأشكره على ذلك لأنه هو صاحب هذه الفكرة وما أراد به في لجنة العمارة لسنوات طوال. كما كان معنا ومعنا اليوم أيضا المهندس صلاح حجاب، وأظن محدش محتاج أن يعرف صلاح حجاب. والمهندس صلاح زكي، المهندس خالد عصفور، والمهندس سيف أبو النجا، والمهندس ممدوح عبد الكريم. السيدات والسادة، هذه هي لجنة التحكيم التي التقت وراجعت 33 مشروع لاختيار مشروع مناسب للجائزة، وشرفت برئاسة هذه اللجنة، وكوننا مجموعة من لجنة التحكيم بصفة خاصة أنا ثم معي الدكتور خالد عصفور لكتابة تقرير اللجنة. فاسمحوا لي بهذه المناسبة أن أقرأ التقرير كاملا ثم نعود للمشروعات التي اخترناها واحدا واحدا. فهذا تقرير لجنة التحكيم. اجتمعت لجنة التحكيم لجائزة حسن فتحي للعمارة بمكتبة الإسكندرية يوم السبت 24 أكتوبر 2009 برئاسة الأستاذ الدكتور إسماعيل سراج الدين وعضوية كل من سهى أزكان، راسم بدران، صلاح حجاب، صلاح زكي، خالد عصفور، سيف أبو النجا، ممدوح عبد الكريم. وبعد مشاورات تفصيلية اتفقت اللجنة على ما يأتي. أولاً تهنئة كل المعماريين المشتركين على جهودهم القيمة، مع التوصية بأن تصدر مكتبة الإسكندرية كتابا صغيرا لعرض المشروعات المقدمة لما فيها من قيمة معمارية وفكرية متميزة. كما أوصت اللجنة لأصحاب المشروعات التي لم تفز في هذه الدورة والتي حازت على شهادات تقدير بأن يعاد تقديمها في دورات مقبلة، حيث إن معايير اختيار اللجنة يمكن أن يختلف تمركزها من دورة إلى أخرى. ثانيا، نظرا إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى زيادة الوعي بالعمارة في المجتمع وزيادة الترابط بين المجتمع والمعماريين وإثراء الحوار بين المعماريين والمثقفين
حول قضايا العمارة والفكر المعماري وتأكيد التواصل بين أجيال المعماريين، فإن اللجنة يجب أن تقدم نتائج مباحثاتها مشفوعة بتقرير تفصيلي، وهذا هو التقرير. ثالثا، أجمعت اللجنة على الآتي: فوز مشروع منزل العليلي بالإسكندرية لمحمد عوض بجائزة حسن فتحي لعام 2009. مع العلم أن الموضوع المختار لعام 2009 كان حول الهوية في العمارة المصرية المعاصرة. ثانيا، اختيار 3 مشروعات إضافية لتكليلها بشهادات تقدير خاصة، وهي: أولا، مبنى الزوار بمحمية وادي الجمال بمرسى علم للجمعية المصرية لعمارة الأرض. ثانيا، مبنى مقر مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة للمرحوم عبد الباقي إبراهيم. ثالثا، قرية كفر الجونة بالبحر الأحمر لرامي الدهان وسهير فريد. وليس في الترتيب الذي قرأته أي ترتيب، فهي 3 اختيرت سواسية. رابعا، تؤكد اللجنة أنها قررت ألا تقيم مشروع مسجد التوحيد ومشروع مسجد الزهراء، مع اقتراح إعادة تقديمهما في دورة مقبلة تخصص لعمارة دور العبادة، وذلك لأن دور العبادة لها رمزية خاصة تختلف تماما عن الاعتبارات المعمارية التي نكتفي بها في مناقشة الأعمال المعمارية الأخرى. خامسا، جاء اختيار منزل العليلي للفوز بالجائزة هذا العام للأسباب الآتية: إحياء الهوية المحلية من خلال صياغة العناصر التراثية ضمن مفاهيم الحياة العصرية للأسرة المصرية بأسلوب مبتكر. هذا الابتكار يظهر متجليا في تصميم الفناء الداخلي والفراغات المحيطة به المتدرجة من الداخل إلى الخارج. تحقيق التوازن العام الملموس بين الفراغات الداخلية والحدائق الخارجية، حيث جاءت من كل جانب متممة لفلسفة التصميم المعماري للمبنى. إرساء بعض مفاهيم الاستدامة الخاصة بتوفير الراحة البيئية داخل المنزل وتفعيل هذه المفاهيم في التصميم المعماري. الابتعاد عن الاستعمال المفتعل للمفردات المعمارية بغرض استحضار الهوية المحلية والاكتفاء ببساطة التكوين والتناغم العام مع البيئة المحيطة. ونقول: ولم ينفرد منزل العليلي بهذه الإيجابيات وحده، بل وجدنا كل منها ممثلا في هذا المشروع أو ذاك، ولكن ربما انفرد منزل العليلي بتواجدها جميعا مع جودة اللغة المعمارية ودقة التفصيل ومهارة التنفيذ. هذا والملاحظ أن هذه الجودة المعمارية ليست غريبة على المسيرة المعمارية لمحمد عوض وشركاه، بل نجدها نافذة في مشروعاتهم الأخرى المقدمة للجائزة. سادسا، جاء خيار اللجنة على المشروعات 3 المكللة بشهادات التقدير الخاصة نتيجة للآتي: مبنى الزوار بمحمية وادي الجمال بمرسى علم يمثل تصميما معماريا جاء قمة في البساطة، يتمشى تماما مع المكان والوظيفة، ويأتي مؤكدا أن العمارة يمكنها أن ترتبط بالمكان وتضيف إليه دون حاجة إلى التكلف أو لفت الانتباه، بل كاد أن يصبح جزءا عضويا من البيئة المحيطة. إلا أن المشروع مع مناسبته لموضوعه لا يتناول التعقيدات العديدة التي يجابهها المعماريون المصريون
في أغلب مشروعاتهم، ولا يتصدى للضوابط والتحديات العديدة التي كثيرا ما تفرض على المعماري وخياله. وكم كنا نحب أن نرى عمل هذه الجمعية الموهوبة في حلها لمشاكل المدن وصعوبات الإسكان. ثانيا، مبنى مقر مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية بالقاهرة، وهو مبنى قديم كاد أن يفوز بجائزة الأغاخان للعمارة عام 1983، وهو مبنى يتصدى لمشكلة من أصعب المشكلات المعمارية في مصر، كيفية البناء في وسط المدينة في غلاف يحدده قانون المباني المصري، والذي يفرض شكلا نمطيا لدينا للعمارات السكنية والمكتبية، والذي لا يأتي بجديد. فجاء المشروع كتجربة أولى للهوية المعمارية المحلية داخل عمران مزدحم، مستخدما بعض المرادفات الإسلامية. وبهذه التجربة المنفردة أعاد المعمارية صياغة فلسفة الهوية في لغة معاصرة. فتحية للراحل عبد الباقي إبراهيم لما أنجزه عبر العقود. ثم نأتي لقرية كفر الجونة بالبحر الأحمر، ونقول جاء هذا المشروع متفردا بين مشروعات المنتجعات السياحية والمجمعات السكنية الفاخرة التي تتباهى بالقباب والعقود وما أصبح يسمى بين علامات طراز حسن فتحي، ولكن بدون فلسفة حسن فتحي. أما مشروع الجونة ففيه من الفلسفة المعمارية والتمكن في التصميم والمقدرة على تفعيل العناصر التراثية في قالب وظيفي منطقي متناغم مع الطبيعة والبيئة المحيطة ليكون سيمفونية معمارية تستحق الثناء. كما أن اللجنة تأثرت بقصة المشروع الذي بدأ سكنا للعاملين بالمشروع وانتهى مكانا لاستقبال الضيوف من السائحين. سابعا، كما يتضح مما سبق، فإن اللجنة وجدت الكثير الكثير في كل مشروع من المشروعات المقدمة، ورأت فيها جميعا إثراء للحوار المرجو وتأكيدا على ما بمصر من مواهب معمارية تستحق المزيد من التقدير. ولذلك توصي اللجنة أن تستمر المكتبة بتنظيم مثل هذه الجائزة بصورة دورية، مع التنسيق مع ما تقوم به هيئات أخرى من تنظيمات لجوائز معمارية أخرى تستهدف أيضا العمارة في مصر والمعماريين المصريين. وأخيرا، تحيي اللجنة جهود المكتبة في مبادرتها لما في هذا العمل الجليل من تكريم وتكليل للمعماريين المصريين، ومن تأكيد للثقافة المعمارية المعاصرة، ومن إسهام في دعم التواصل بين المعماريين، وإثراء للحوار الفكري حول العمارة ودورها. وما أجمل أن يتم كل هذا بتخليد ذكرى شيخ المعماريين المصريين الرائد الراحل الحاضر الغائب حسن فتحي. وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير والمنفعة، والله ولي التوفيق. الحضور الكريم، هذا تقرير لجنة التحكيم، وعبر تعبيرا صادقا عن مناقشات كثيرة، وكم كنا نريد أن تفوز كل المشروعات، ولكن وقع الخيار على مشروع هام مثلها جميعا. ولذلك نشرف بأن نقدم للفائزين الجائزة. ولكن قبل ذلك أريد أن أدعو أعضاء اللجنة الحاضرين أن يشرفونا.
المهندس صلاح حجاب بيعلمني أن القائمين على مجلة البناء العربي سيفردوا عددا خاصا للمشروعات المقدمة والمشروعات الفائزة حول هذه التجربة، وأريد أن أحييهم لهذا العمل. يعني السيدات والسادة، أذكركم إذن أننا نقدم هذه الجائزة باسم مكتبة الإسكندرية وأيضا باسم المجلس الأعلى للثقافة لجنة العمارة. ويشرفني إذن أن أدعو قبل كل شيء المشروع الفائز بالجائزة، مشروع منزل عليلي كينج ماريوت 1995، المهندسون المعماريون دكتور محمد عوض والمهندس جمال سمعان، فليتفضلوا. وإيمانا منا بأن المعماري ليس متحررا من القيود مثل الفنان التشكيلي، وإيمانا منا بأن صاحب المشروع أستاذ سمير يحيى العليلي يستحق أيضا التقدير لما فتحه من مجال للتعبير المعماري وتقدير الفني، فليتفضل. والآن كلمة مقتضبة من دكتور محمد عوض. طبعا احنا بنشكر لجنة التحكيم على اختيار مشروع العليلي، وده شرف كبير لنا حقيقة ان احنا بقالنا 25 سنة بنشتغل في موضوع الهوية، وبالتالي ده يعني تكريم لينا و25 سنة شغل في هذا المجال. الحقيقة أنه في ناس كتيرة يستحقوا هذا التكريم معانا، لأن احنا لما بنشتغل كلنا تيم وورك، والفضل كمان بيعود لصاحب المشروع سمير العليلي، وعايز أقول لكم أن سمير العليلي كمان مهندس معماري. كلمة بسيطة عن موضوع حكاية المشروع ورؤيتنا احنا لموضوع الهوية اللي احنا اشتغلنا فيها في الفترة 25 سنة اللي فاتوا دول. واعتقد ان احنا كنا بنحاول من خلال البحث عن الهوية المصرية في العمارة المعاصرة ان احنا نتجه
لمناهج بحثية، وفي ثلاث مناهج بحثية كنا بنحاول ان احنا من خلالها ان احنا نؤكد موضوع حكاية الهوية. المنهج الاول كان الأصالة والتجديد اللي هو Tradition Reinterpreted، وفي إطار هذا المنهج كنا بنحاول ان احنا نشوف حاجة زي لها علاقة بالعمارة التقليدية زي الحوش، وازاي ممكن نطور الحوش عشان يؤدي وظائف جديدة ويتفاعل مع تكنولوجيا العصر ومع الحداثة وأيضا مع الطبيعة اللي موجودة، لأنه في بيت العلايلي احنا كنا بنحاول ان احنا نقرب الطبيعة ونقرب اللاندسكيبس لموضوع حكاية الحياة العصرية المطلوبة في المنزل العصري. الاتجاه الثاني كان له علاقة بعملية الحفاظ على الهوية من خلال التزامن والتكامل في عملية البناء، اللي هو building as a process، انه عملية البناء فيها تزامن وفيها نوع من التكامل الانتجريشن والسينكرونايزيشن، والعلاقة اللي تربط المكتب الهندسي بالورشة وبالسايت وبالتنفيذ في السايت، كل دي مواضيع مهمة جدا. لو عايزين نحافظ على التراديشن فلازم المهندس يبقى له علاقة قوية باللي بيصنعه الحرف نفسها. وانا افتكر انه جمال كان بيروح الورشة اكتر ما بيقعد في المكتب عشان يكلم العلاقات الاجتماعية اللي تربط المكتب والهندسي والورش والسايت، كانت في أولويات هذا الابروتش، على أساس أنه إحنا بنتعلم حاجات من الحرفيين وفي نفس الوقت بنطور الحرفة عشان تؤدي الغرض الجديد أو الغرض العصري منها. ففي عملية حفاظ، عملية حفاظ على التراديشن، وفي من ناحية تانية عملية الانتربريتيشن الجديد اللي فيه الابتكار. وأنا طبعا مش هقدر ان انا اوصف المشاريع دي، بس يعني هي ده الثلاث الاتجاه الثاني في عملية التزامن والتكامل في عملية البناء. الاتجاه الثالث في عملية البناء كان له علاقة بعملية التفاعلات المصرية في إطار التعددية الثقافية. احنا بنعيش عصر جديد دلوقتي، عصر التعددية الثقافية، عصر التفاعل cross cultural interaction اللي احنا بنقول عليه بالانجليزي، والعمارة في المستقبل هتبقى جزء من هذه التفاعلات مع التعددية الثقافية اللي موجودة. في هذا الإطار المصرية أو الهوية المصرية بتتفاعل مع التاريخ، وبالتالي أحد الإكزامبلز اللي احنا مقدمينها، احنا كنا مقدمين ثلاث إكزامبلز الحقيقة في هذا الإطار، بتتفاعل فيها المصرية مع ليفلز تاريخية معينة، وأيضا مع ثقافات موجودة دلوقتي، مثلا الثقافة اليابانية، الثقافة كل دي تفاعلات بتحصل وبتخرج انواع جديده وانماط جديده من العماره، ساعات ما بتبقاش اوثنتيك وانما تبقى هايبريد، لكن في نفس الوقت لها السمه سمه التفاعلات الحضاريه او الثقافيه اللي بتحصل. وده انا احنا بنعتقد ان هو مستقبل العماره الحقيقه، انه هيبقى في هويه محليه حرجه لانها كريتيكال، بنسميها critical regionalism، لكن في نفس الوقت هذه المحلية بتتفاعل مع الحضارات الأخرى المتواجدة في العالم وبتتجانس معها وبتتفاعل أيضا مع الحداثة والتطور التكنولوجي اللي حصل. شكرا للجنة التحكيم وشكرا لهذه الجائزة. شكرا لكم. والآن أريد أن أدعو إلى المنصة الزملاء الأعزاء الذين ينوبون عن المرحوم الأستاذ الدكتور عبد الباقي إبراهيم. دكتور حازم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكر مكتبة اسكندرية وبشكر لجنة التحكيم ودكتور سمية سراج الدين على مجهوداتهم عموما وعلى تبنيهم فكر حسن فتحي. المشروع بتاع والدي الله يرحمه دكتور عبد الباقي إبراهيم اتعمل في بداية الستينات، والمشروع كان أساسا كان بيهدف إلى إزاي نعمل عمارة معاصرة بالطابع يتماشى مع البيئة المعاصرة، وطبعا عمارة محاصرة بتتبنى الفكرة عمارة إسلامية وعمارة عربية. كان التحدي بالنسبة للدكتور عبد الباقي وقتها إن إزاي يعمل هذا المشروع في حدود إمكانيات مادية بسيطة. كانت العمارة العربية يقال عنها إنها مكلفة للغاية في أثناء التنفيذ، فكان التحدي بالنسبة له إزاي يطبق هذا المشروع، وفعلا عمل هذا المشروع. المشروع عبارة عن مبنى سكني خاص به هو والعيلة اللي إحنا، وفي النص الآخر مكتب هندسة استشاري اسمه مركز دراسات التخطيطية المعمارية. المكتب المبنى كله متقسم على 3 أجزاء واتبنى على 3 مراحل زمنية بينهم تفاوت كبير فوق 10 سنين. اللي يشوفه يحس إنه مبنى واحد، واقع الأمر هو مجموعة من الأجزاء اتبنت مع بعضها على مدى 20-30 سنة. المبنى رعى الخصوصية في على مستوى المسكن وعلى مستوى الجوار نفسه. استعمل عناصر مفردات العمارة العربية زي المشربية، الكوابيل، الأحوش الداخلي، الفسقية، الفراغات الممتدة الدبل هايت الداخلية. اعتمد على خامات بسيطة غير مكلفة على الإطلاق، ما دخلش في المشروبات الخرط، دخل في المشروبات اللي هي مصبعات تؤدي الوظيفة بس التكلفة أقل ما يكون. استعمل بقدر الإمكان الخرسانة الزهرة والطوب الزاهر بقدر الإمكان. كان التحدي إزاي نعمل عمارة معاصرة بتكلفة معقولة أقل أو قريبة من العمائر الموجودة في هذه المرحلة في وقتها. فأنا في تصوري وده قرار لجنة التحكيم برضو أنه نجح أن يولف القيم دي كلها في عمارة معاصرة. طبعا لا يخفى عليكم دكتور عبد الباقي كان طلع مجلس معالم البناء على مدى 20 سنة، اشتغل فترة طويلة مع حسن فتحي الله يرحمه، وأنا أفخر وأنا كان سن صغير وأنا برضو شرفت بلقاءات حسن فتحي كتيرة في لقاءاته ومحاضراته واستفدنا بها كتير. انا بشوف ان الجيل القديم ده لا يعوض، والجيل الاساتذه دول لا يعوضوا، ومتشكر لكم جميعا. شكرا. الدكتور حازم ما ذكرش ايضا انه دكتور عبد الباقي كان اول واحد كتب كتاب باللغه العربيه كامل عن حسن فتحي وآمره، فأنا شرفت إن شاركنا في مع جائزة الأغا خان في أول كتاب باللغة الإنجليزية، وبعدين دكتور عبد الباقي عمل أول كتاب باللغة العربية عن حسن فتحي. اتفضل دكتور حازم. شكرا. والآن أريد أن أدعو الجمعية المصرية لعمارة الأرض، المهندس جواد حشيش، مهندس خالد حمامي، مهندس رمسيس نصحي، عن مبنى زوار بمحمية وادي الجمال. مساء الخير. انا بشكر جدا لجنه التحكيم والدكتور اسماعيل، واحنا سعداء جدا وشرفنا جدا من الجائزه دي، واحب اشكر كمان استاذي دكتور محمد عوض. ما زلت اذكر واحنا في سنه اولى او ثانيه دخل سالنا سؤال قال لنا هو الجمال مطلق ولا نسبي، ومحدش عرف فينا يجاوب على السؤال ده، وما زال السؤال ده محيرنا وفتح مجال الحيرة اللي هي مطلوبة للمعماري. فأنا بشكره جدا إن إحنا يعني في يوم من الأيام حيرتنا وساعدتنا إن إحنا نندهش من اللي إحنا بنشوفه وما تعديش الحاجات علينا كده.
والحقيقة الموضوع المبنى كان هو كان مبنى في محمية طبيعية، وكان مطلوب يبقى مبنى بسيط خالص بيراعي الظروف وبيراعي البيئة اللي حواليه، وحاولنا ان احنا نتدخل باقل التدخلات واقل الخامات، وحاولنا ان احنا نبسط الموضوع. والحقيقة هو المشروع عبارة عن على مدخل محمية وادي الجمال، هو عبارة عن فيزيتنج سنتر بيستقبل رواد المحمية، وملحق به مركز أبحاث عشان نطور المحميات، ومركز للدراسات وآخر للرصد المكان. والحقيقة هو المشروع احنا استمتعنا به جدا، لأنه كان فيه تجربة، يعني المشروع كان بيتنفذ على بعد 1000 كيلو، وكان زي أي مشروع بيقابل صعوبات، وقابلنا فيه بعض الصعوبات أدت فترة كانت ممكن توقف المشروع. وزميلي رمسيس الحقيقة يعني له الحقيقة فضل إن هو أصر وراح 3 أشهر وبيت هناك، وإحنا بيتنا معاه في الصحراء جنب المشروع، ولما في معوقات مفيش صناعية طلع بنفسه وساعدنا شوية في تركيب السقف اللي هو كان مشكلة دايما التسقيف في العمارة. فكانت تجربة ظريفة جدا وفرية، وأرجو إن شاء الله إنها يعني تكون بداية كده. وبشكر لجنة التحكيم مرة تانية، وبشكركم جميعا، شكرا جزيلا. شكرا للمهندسين جواد حشيش، خالد الحمامي، ورمسيس نصحي، شكرا لكم، ونتمنى لكم نجاحات كثيرة ومشروعات كثيرة أخرى. والآن أخيرا وليس آخرا، أريد أن أدعو إلى المنصة المهندس رامي الدهان والمهندسة سهير فريد عن قرية كفر الجونة البحر الأحمر، تفضلوا. عالي قوي عليا. الحقيقه برضو احنا هنا بنشكر مكتبه اسكندريه والساده اعضاء لجنه التحكيم، واحنا فخورين ان احنا نلنا جايزه تقديريه عن مشروع كفر الجونه، لان ده كان من اهم المشاريع بتاعتنا. لما كلفنا بالديزاين بتاع المشروع ده، كلفنا على ان احنا نبني وحدات سكنيه للعاملين بمنطقه الجونه عموما. وكان ساعتها الجونه ما فيهاش غير الميفنبيك وسونيستا ساعتها اللي هو حاليا كلوب ميديتراني. فابتدينا كلفنا ان احنا نعمل 70 وحده للعاملين، وكان المفروض ان احنا نعمل قريه. فقلنا للكلاينت بتاعنا ان القريه عشان نقدر نعملها لازم نصمم عدد اكبر من الوحدات، بحيث ان احنا نقدر نعمل زي حارة أو شارع يعني يتجمع عليه الوحدات السكنية. فقلنا إن احنا نبتدي نعمل حوالي 200 وحدة ويتبنوا على مراحل. فبعد ما خلصنا التصميم، بنى سميح ساويرس اللي هو الكلاينت بتاعنا وحدة علشان كتجربة، وأخذ البروجكت مانجر بتاع ميفنبيك علشان يوريله العاملين بتوعه هيسكنوا فين. فبعد ما زار الوحدة، فبص لسميح ساويرس وقال له يعني انت متصور ان احنا العاملين بتوعنا هنسكنهم في حاجة احسن من نزلاء الاوتيل؟ فابتدى سميح قال احنا مفروض، فابتدى الاتجاه بتاعه ابتدى يتغير، وقال احنا مفروض ان قرية الجونة ديت حولناها الى سكن للناس يبتدوا يشتروا الوحدات السكنية دي، وابتدينا عملنا بازار اللي هو السوق بتاعها، وابتدت تتصمم على مراحل.
ودي بتوري ان الفرناكلر اركيتكتشر تصميمها مش لازم كله يجي مره واحده، بيقبل اي تغيير، بيقبل اي ادابتيشن للماركت اللي هو موجود، يعني اللي بيفرض علينا شويه متطلبات او حتى تغيير في اتجاه او التزامات او متطلبات المشروع. فابتدينا الاول بمنطقه السكنيه، وبعدين منطقه السوق او الشوبينج سنتر او السوق بتاعها، وابتدينا بعد كده نبني اللوكندات. فكل لوكنده كان ليها ثيم مختلف، وكل لوكنده اتطورت. ابتدينا مثلا بلوكنده الدوار العمده على انها مجرد 30 غرفه، وابتدت بيها حدوته ان احنا كنا عايزين نعمله كقصر. الاول كان يعني كانه كان قصر موجود في المنطقه، وكان الضيعه دي كانت يملكها شخص، والقصر ده نبتدي نحوله للوكندا. فلقينا ان ال 30 غرفه دي مش براكتيكال، او يعني تطلب الموضوع ان احنا نعمل 70 غرفه. المكان كان ابتدى يتزنق لان في حاجات كانت اتبنت، والقفر الجونه ده كله محاط بلاجون، فما بقاش في مكان. فقلنا لسميح طب ما عندناش حل غير ان احنا نعدي الناحيه الثانيه من اللاجون ونعمل بقيه المشروع، ويبقى الجزء اللي محاط بين المشروع دوت من اللاجون كانه اللاجون البرايفت بتاع المشروع ده. فابتدت الديزاين ابتدى زي حدوته بتتكون واحده واحده، وده جمال الديزاين ده ان هو فيري فلكسيبل، يعني كل ما نتزنق من حته ممكن نزودها في ناحيه ثانيه. فده بيوري ان الفرناكلر اركيتكتشر في المشروع دوت كان فعلا يعني بيتطور مع متطلبات المشروع. يعني المشروع كله اتبنى على القفر الجونه، اتبنى على مدى 10 سنين. واللطيف كمان في المشروع ده انه مش مشروع واحد، يعني لما نيجي نبص عليه نبص ان هو مشاريع كتيره متكونه بطريقه هارموني كونت الكوميونتي اللي هي موجوده في كفر الجونه. فاحنا اجين بنشكر لجنه التحكيم ومكتبه الاسكندريه. ثانك يو فيري ماتش. بتحضرني قصه قالها لنا المهندس حسن فتحي، فدي برضو يمكن نجاح كفر الجونه يعبر عن القصه دي، انه قيمه الماده نفسها ليس لها قيمه. يعني هو كان بيحكي يقول انه اذا ادينا شويه طين لاي صعلوق، هو كان بيستعمل كلمه صعلوق بالذات، لو ادينا شويه طين لاي صعلوق وقلنا له يعمل بيهم حاجه هيوسخ ايديه وهدومه ووشه وهيبقى شكله حاجه وحشه خالص. لو ادينا نفس كمية الطين دي لفنان او لراجل مبدع، ما قال هو اخذ مثل رودان هيعمل بيه تمثال لبانسور راديتنج انرجي وراديتنج فاليو وقيمته تبقى مئات الملايين. فالقصة دي كانت يعني حاجة بتخلينا نقول احنا اي مشروع بنعمله اذا اوبورتيونيتي ان احنا نحاول ندي بالاضافة الى شوية الطوب والزلط والقبة والحاجات دي ندي قيمة تانية، والقيمة دي تظهر. فاللي كان المفروض يبقى قرية للعاملين القيمة بتاعتها بقت مركز، يعني بقت كل القرى السياحية هي اللي حواليه بتنتمي اليه، هو يعني هو اللي بقى اتراكشن للمنطقة كلها. بس فكنت عايز اقول برضو انه هنا اجيب برضو سيرة المهندس حسن فتحي في الموضوع. الآن عايز أقول أيضاً إن بعد ما ننهي هذه الجلسة هيبقى في بريك، والبريك ده في معرض موجود لكل المشروعات تقدروا تشوفوه. إنما وهنرجع تاني هنا، الكوفي بريك هيبقى موجود نص ساعة، وبعدين هنبتدي المؤتمر حول حسن فتحي وأعماله. بس قبل ما نعمل كده الحقيقة المهندس راسم بدران والصلاح حجاب عندهم حاجة. اتفضل يا راسم. راسم أولا يسعدني أن أكون بينكم في هذه المناسبة، وأنه فخرا لي أن أكون أنا أحد المحاكمين الذين دعيوا للتحكيم في جوائز حسن فتحي، حيث تربطني به علاقة ربما وجدانية أكثر منها علاقة مباشرة. وأذكر يوما ما عندما جلست معه على درب اللبانة قبل سنتين من وفاته، عندما قال لي يا راسم يا بدران أنت عايش إزاي؟ يعني وين عايش؟ أنا قلت له عايش بشقة سكنية. قال لي عندك كم ولد؟ قلت له قال لي عندي ولد وبنت. طب قال لي ازاي تعيشهم بشقه هي مش من صناعتك؟ فما كان مي عندما عدت الى عمان اعدت تشكيل هذه الشقه لكي يعيش ما يسمى فهم الفراغ وروح الفراغ.
فابني درس عمارة في البارتلت وبنتي درست تصميم مسرح في سان مارتن بلندن. بهذه المناسبة أريد أن أشكر مرة أخرى الفترة التي أمضيتها في الإسكندرية وهي مدينة رائعة وشعبها رائع، وأشكر الدكتور إسماعيل صلاح الدين الذي دعاني لهذه المناسبة، وأيضا أعضاء مجلس اللجنة التحكيم الذي كانت بيننا مناقشات وحوارات حول حسن فتحي، كيف نفهم حسن فتحي وكيف نعطي رسالة للجيل القادم عن مفهوم حسن فتحي، ليس بالضرورة أن تكون مادية وأن هناك فهم معنوي لحسن فتحي. وبهذه المناسبة أود أن أهدي المكتبة كتاب صدر من مؤسسة ثامسون هاتسون بلندن من تأليف البروفيسور جيمس ستيل الذي كتب عن حسن فتحي. هذا الكتاب صدر سنة 2005 وسنة أقدمه الآن للدكتور إسماعيل صلاح الدين. هذا الكتاب يمكن الحصول عليه من amazon.com، وهذا الكتاب أيضا يعني غلافه يشمل ما ذكره رامي قبل قليل. هذا سكن لعمال الإسمنت، عمال الإسمنت في الأردن، والخلف هو سكن لسكن راقي في بيروت، فهو يشمل هذا التناقض أو هذا الاختلاف في المجتمعات العالم الثالث بين الأغنياء والفقراء. فهذا الكتاب يجمع الغني والفقير حول فهم المكان وتراث المكان. شكرا. طبعا احنا بنحيي راسم بدران ونشكره طبعا اعماله، وده هيبقى موجود في المكتبه للزملاء الشباب هنا. وبالاضافه الى هذا طبعا احنا بنحييه وبنقول نشكره انه كان عضو في لجنه التحكيم، وان شاء الله هيبقى في جوائز باسم راسم بدران زي ما في جوائز باسم حسن فتحي. المهندس صلاح حجاب غني عن التعريف، اتفضل. صباح الخير. والحقيقة أنا سعيد جدا بتواجد هذا الكم من الشباب، وبحيي الأستاذ دكتور إسماعيل سراج الدين وأعضاء هيئة مكتبة اسكندرية على الجهد الكبير جدا اللي بيتعمل في الثقافة المصرية، خاصة إذا كنا بنتكلم في هذا الحشد عن العمارة والهوية. دي نمرة واحد اللي أنا عايز أقولها لكم. أنا اتعلمت من زميل لنا أخونا الدكتور يحيى عبد الله إن اسمها بالعربي الهوية وليست الهوية، نسبة إلى التعريف بتاع هو، يبقى إيه إنما الهوى هو اللي مضيعنا. دي نمرة واحد. المعلومة التانية اللي أنا عايز أقولها أن لجنة التحكيم كانت تمثل المكتبة ومعماريين كبار لهم في التحكيم وفي العمل الذي يؤكد الهوية، وممثلين للجنة العمارة وجمعية المهندسين المعماريين ونقابة المهندسين. يعني كل المنظمات المعمارية اللي في مصر اللي احنا بنحاول ان نشكل من خلالها ثقافة معمارية، امتدادا لجهد مشكور أنبو الزملاء في لجنة العمارة وآخرهم أخونا الأستاذ دكتور يحيى الزيني. فإحنا عايزين ثقافة، لأن المنتج المعماري هو جهد معماري ورب عمل أو صاحب عمل يقدر هذا الجهد المعماري، ثم مقاول يشكل هذا الفراغ المعماري. المعلومة الأخرانية اللي عايز أقولها لشباب المعماريين إن في المجلس الأعلى للثقافة العام الماضي سنة 2008 تقرر أن تكون جوائز الدولة التشجيعية في الفنون العام الماضي في العمارة التي المسكن الذي يؤكد الهوية المصرية. هذا العام وفي طلع إعلان نهاية 31 ديسمبر المباني العامة التي تؤكد الهوية المصرية. العام القادم إن شاء الله الفراغات العمرانية التي تؤكد الهوية المصرية. نرجو أن نرى شباب المعماريين يتقدموا ويحصلوا على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون في العمارة التي تؤكد الهوية المصرية هذا العام والأعوام القادمة إن شاء الله. شكرا.
السلام عليكم. شكرا لكم.